deep, سواء كانت single phase أو three phase و bidirectional و wind action. إذا أول واحد من عندنا اللي هو شنو؟ اعتماد على الكونفيجريشن إلى الأون أوف كنترول، أو يسموه مرات شنو؟ يسموه بالانتجرال سايكل، يسموه إيمن بالانتجرال سايكل. بهالحالة الثيرستر مجرد أنا راح أربطه بالدائرة يجهز لي الموجة إلى اللود أن من السايكل ويقطعها أن من السايكل. يعني شنو؟ يعني ستشوفون هنا جهزت أنا الموجة هذا الزمن اللي هو عدد معين من السايكل. السايكل شنو تعريفه؟ أن الموجة تبدي من زمن بفيس وترجع إلى نفس النقطة بنفس الفيس. هسه شنو هسه هاي الموجة؟ موجة هنا بدأت من هذه النقطة، موجة بدأت من هاي النقطة، هاي النقطة الفيس مالتها شنو؟ الفيس مالتها بهالاتجاه، الموجة نزلت، هسه تقولي وصلت أيضا الصفر، لكن هنا شنو الفيس مالتها؟ كاملتها الفيس ديكي، لكن من رجعت بهاي النقطة الفيس مالتها شنو؟ بنفس الفيس اللي بدأت من عنده. إذا السايكل الوحدة من عندي، السايكل الوحدة مال هاي الموجة، السايكل الوحدة مال هاي الموجة هي من هاي النقطة إلى هاي النقطة. إذا اقتطعت أنا هاي الموجة، العفو جهزت هاي الموجة، جهزتها أن من السايكل. هسه بهاي النقطة الأن جت اثنين، لأن بدت الموجة من هالنقطة رجعت لهاي النقطة ورجعت من النقطة هاي رجعت بنفس اللود لها. فأنا جهزت الموجة من السورس إلى اللود أن من السايكل واقتطعتها أن من السايكل. أن جهزت، أم اقتطعت، فهاي الموجة انقطعت، فظهرت عندي الموجة هالشكل. طبعا هنا أنا مسوي لها نقاط لكن هي بالأساس تطلع صفر، إلى أن رجعنا لهذه النقطة وعدنا العملية. هذا التي الكلي اللي هو حاصل جمع عدد السايكلز اللي جهزت بيها زائد عدد السايكلز اللي اقتطعت بيها أسميه تي كاب. إذن بالأون أوف كنترول عمل الثيرستر فقط إنه يجهز الموجة من السورس إلى اللود عدد معين من الدورات ويقتطعها عدد معين من الدورات. البرنسيبل مال الاوبريشن هنا نوضح لكم اياه. طبعا هذا النوع ايضا ما يسموه فقط بالان اوف كنترول او الانتجرال كنترول، يسموه كراست فايرنج، زيرو فولتج سويتشنج، سايكل سيلكشن او سايكل سايكنوبيشن. بشكل عام الموجه اللي تجينا احنا نعرف بان الموجه شكلها في ام ساين اوميجا تي، وتقدر تساويها على الافكتيف فاليو، فهي فولتج سورس نفسها مضروبة في جذر 2 في ساين أوميجا تي. إذن بما أنها الموجة يمكن يعني ترتبط من تجهز من السورس إلى اللود بأن من السايكل ونسوي لها disconnected أن من السايكلز، فراح نسوي بأن إحنا الموجة اللي هي تظهر عندها على الأوتبوت راح يكون مجرد integration. integration إيش راح نسوي بي؟ راح نأخذ نسبة الأن اللي جهزت بيها على الكلية. اللي احنا ايش قلنا؟ قلنا الموجة عندنا هاي الموجة انا مجهزتها شنو؟ هذا الزمن اللي هو N زين، واقتطعتها M، ومجموع ال N وال M اللي انا سويتهم هو كان شنو؟ ال T الكلي. فنسبة من اجي اقول نسبة ال N اللي انا جهزتها على ال N زائد ال M، يعني شخذت نسبة التجهيز على ال operation time. فايش قد نسبة، ايش قد ويت، ايش قد ثقل الزمن اللي اني او عدد السايكلز اللي انا جهزتها الى عدد السايكل كلية اللي اني استخدمتها. طبعا هاي احنا مرت علينا سابقا بالشوبينج، التي اون الى التي كابيتال سميناها شنو؟ الديوتي سايكل، سميناها كناكا بي. هنا همينا ديوتي سايكل بس رمزنا لها بغير رمز حتى شنو؟ حتى الميزة عن تشوبر. فهنا سميناها كي اللي هي الان عدد السايكل، عدد السايكل مو تي مو زمن، هنا number of cycle اللي جهزتها بي للود على عدد السايكل الكلية اللي استخدمتها في العمل. اخذ الانتجريشن مالتهم واخذ النسبة هاي، فراح يطلع عندي ال V output اللي هو شي يساوي لي ال VM على جذر 2 في جذر duty cycle اللي هي نسبة ال N على التوتال. طبعا الكرنت يساوي لنا بما ان احنا ريزستيف لود عندنا، اذا فرضنا عندنا فقط ريزستيف لود فهو في اوتبوت على ار، اذا كان عندنا اللود عباره عن يعني امبيدنس تكون يعني التيار مقسوم فقط على زي اللي هو تحت جذر الار سكوير زائد اكس اوت
او الاكس اف سيجنال. الباور ديليفر تو اللود الفي اوتبوت على قيمه اللود لانها ريزيستيف. الشكل الاساسي الشكل النهائي مالتها هي كي الديوتي سايكل في شنو الفي سورس على الار. ليش؟ لان احنا الفي اوتبوت هاي الفي اوتبوت من اخذناها شنو هي في ام على جذر 2 في جذر كي. الانبوت اوتبوت فولتج امبير حصل ضرب الاثنين فالنتيجه النهائيه تكون عندك بهالشكل. والباور فاكتور الباور فاكتور بشكل اساسي راح يكون جذر الديوتي سايكل. الافرج كرنت اللي يمر بخلال الثايرستر هو الديوتي سايكل في اعظم قيمه للتيار الماكسيمم فاليو على باي. والار ام اس اللي هي اي ام في جذر الديوتي سايكل على 2. طبعا مثل ما قلت لكم طلابنا ان شاء الله الاسبوع الجاي المحاضره الجايه راح اعطيكم امثله على هاي المحاضره والمحاضره راحت حتى تكونوا مهيئين لحل الهوموركس اللي راح ينزلكم على المحاضرات الاخيره. زين هسه اخذنا شنو؟ اخذنا الاون اوف كنترول. نجي لمن واحد من واحد. نجي النوع الثاني اللي هو اخذنا شنو البرنسبل الثاني مو الكونفدريشن اللي اخذنا شنو الفيس كنترول. الفيس كنترول في عندك انت قلنا نوعيتين عندنا اما بينو دايركشنال او باي دايركشنال. مرات يسموها هالف ويف ريكتيفاير كنترول او فول ويف كنترول. نجي ناخذ المفهوم مالته. هسه بالهالف ويف يونو دايركشنال او اللي يسموه هالف ويف كنترول الترتيب شنو؟ راح يكون عندك ثايرستر مربوط ويا دايود. الثايرستر مربوط باتجاه اللي يضمن الجزء الموجب يمر والدايود يضمن لي شنو؟ يضمن لي الجزء السهل. فاللي راح يصير كالتالي عندما تبدي الموجه تسلط نرسم هنا الموجه انا راح ابدي الموجه مالتي للصفر وابدي هالنقطه زين وهكذا بدات الموجه من هنا. من بدات الموجه من هنا البولاريتي شنو كانت؟ البولاريتي كانت مو بوزيتيف نيجاتيف وبالتالي هذا الثايرستر ايش بي فورورد بايسنج. هذا الدايود راح يكون ريفرس بايس هذا يكون اوبن هذا فورورد. انا شنو ذي الساعه يكون مهيئ لايصال التيار الى اللود لكن اللي يتحكم باللحظه اللي راح اوصل بها اللود التيار للود هو شنو؟ هو زاويه القدح الزمن اللي عنده اشغل الثايرستر على فرض اذا ذكرون احنا سميناه بالالفا فاحنا شغلنا الثايرستر عند هذا الزمن اللي هو هذا الالفا اوكي فمن شغلناها فكانت قبلها التايم صفر بعدين اجى مر التيار الى ان وصل المن وصل لهاي النقطه. عند هاي النقطه اللي هي هاي النقطه شنو اللي صار عندي؟ اللي صار عندي بان الفولت البولاريتي على طرفي الثايرستر انقلبت فصارت شنو؟ صار عندي هنا النيجاتيف صار عندي هنا البوزيتيف. الثايرستر بهالحاله اصبح اوف اوبن زين. الدايود صار شنو؟ نيجاتيف على الانود بوزيتيف عفوا نيجاتيف على الكاثود وبوزيتيف على الانود صار ايش فيه؟ فورورد بايسنج فراح يمرر الدايود التيار كله اللود. فتشوفون الجزء السالب من الموجه ظهر فكانما الموجه ظهرت عندي قطعت هذا الجزء ظهر هذا الجزء الدور ظهرت الجزء الكلي. اللي صار عندي شنو؟ صار عندي اقتطاع فقط لهذا البارت من السايكل. اذا انا حولت شكل الباور من هذا الشكل اللي هو الترنيتد كامل الى شكل اخر بحيث انا ضمنت فقط هذه كميه من الباور جهزت المن جهزت الى اللود. فهو عندي باور كومبرشن من اي سي الى اي سي. صار لي عمليه شنو؟ فقط انا تحكمت باللحظه اللي ابدي اقتطع بيها شكل شنو؟ الموجه اللي تسلط الى اللود. هسه ناخذ الرياضيات مالت. طبعا موجه التيار مشابهه لموجه الفولتيه اذا كان شنو؟ الحمل ريزيستيف. اما اذا كان الحمل غير ريزيستيف فندخل بتفاصيل الاكس ال ويكون عندك التيار متاخر بزاويه، هذه الزاويه اللي سميناها مثل ما تذكرون بيتا، فانا ما راح ادخلكم بالتفاصيل، نفرض احنا الحمل هو ريزيستيف حتى يعني تكون عمليه ابسط ومسهله. اذا تشوفون هسه هنا يعني راسمكم من هالنقطه لهالنقطه الايصال اعتماد كان على يمن كان اعتماد على الثايرستر لكن من هاي النقطه لهالنقطه اعتمادنا على يمن كان على الدايود وهكذا العمليه راح تتكرر تتوالى العمليه فتشوفون شكل الموجه راح يجهز هي جزء من الجزء الموجب والجزء السالب باكمله وتنعاد العمليه جزء من الموجب والجزء السالب باكمله اذا صار عندي باور كونفرشن. هذا شيء يسموه؟ يسموه السلام عليكم دكتور. حبيبي عليكم السلام ورحمه الله دكتورنا عزيز. شكرا دكتور الله يبارك فيك وياكم دكتور حسام من غرفه المتابعه المركزيه دكتور. حبيبي حبيبي ورحمه دكتورنا عزيز حسام. اولا حاشت ايدك دكتور على تنظيم الكلاس وعلى طريقه العرض وعلى الاستسلام بالمحاضره. ان شاء الله
راح يعني حقيقة راح يرفعون جناب الكتاب شكر التقديم من سيدة الجامعة على هذا التنظيم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا دكتور. العفو، يا مان الله. فنرجع للموضوع طلابنا، فصار عندي شنو؟ صار عندي الباور جهزت الجزء الموجب باستخدام شنو؟ الثيرستر تي 1، والجزء السالب جهزت باستخدام دايود. لكن اللي انا تدرون انتم الدايود ان كنترولد سويتش والثيرستر كنترولد سويتش، اذا اللي صار عندي وين الكنترول؟ اذا انا التطبيق مالتي اريد اتحكم ب او السيطره مالتي تكون على الجزء الموجب من الموجب، فاستخدم الثيرستر بهالاتجاه. لا والله انا اريد التطبيق يكون على جزء السالب التحكم، اللي راح اسوي ابدل الدايود بمكان الثيرستر، يعني اجيب الثيرستر احطه بهذا الشيء بمكان الدايود باتجاه الدايود، والدايود اقلبه واخليه بمكان الثيرستر. فاللي راح يصير عندي الجزء الموجب كله يعبر، يعني الدايود يكون فورورد بايسن، والجزء السالب يعبر من عنده من زمن اللي ابدي اقضح عنده او اشغل عنده الثيرستر. فهذا النوع اللي اسيطر فقط به على جزء واحد، يعني ليش يقولون هالف ويف؟ اللي كان به السيطره او العمل على جزء واحد من الموجب سميناه شنو؟ سميناه به اليوني دايركشنال او هالف ويف ريكتيفاير. هسه المعادلات الرياضيه راح نركز على الاوتبوت افريج والار ام اس فاليو. الاوتبوت افريج بشكل اساسي هي هاي المعادله مالتها، هسه تشتقها انت كيف تشتقها؟ تقدر تسوي مع التكامل من الفا اللي هو شنو اللي انت قاعد تحسب هنا الافريج، هاي الموجه مو اصليه كانت عندك بهالشكل، زين كانت الموجه عندك بهالشكل، انت ظهرت عندك شنو؟ ظهرت عندك صفر، طلعت الموجه بهالشكل، طلع عندك الجزء السالب. فانت الموجه بين بدت هذا اللي هو الفا اللي بدا عند القدح، وهذا شنو اللي هو ال2 باي. فانت راح تسوي انتجريشن للافريج. شنو هي الافريج؟ الافريج اللي هي اري اندر ذا كيرف. انت راح تسوي انتجريشن لموجه الساين من زمن الفا الى زمن 2 باي. حل هذا التكامل راح يطلع عندك هاي النتيجه. انا ما مطلوب من عندك الحل، تحفظ المعادله بشكل نهائي احفظها، تفتهمها شلون تقدر تسوي الانتجريشن بتاعها. الفي ار ام اس نفس الفكره، لكن قانون الفي ار ام اس اللي هو الانتجريشن للساين للموجه سكوير تحت الجذر، في النتيجه راح تطلع عندك شنو؟ راح تطلع عندك الفي ام اوفر 2 في، يعني هذا شكل المعادله. زين؟ وقيمه بما ان احنا ريزستف